بيسعد نجم احمد عز لبطوله فيلم جديد مع المخرج الكبير شريف عرفه وفيلم الممر، وبيخضع عز حاليا لتدريبات مكثفه استعدادا لتصوير الفيلم. بيدور الفيلم حول قصه بطوله ضابط مصري. الممر من بطوله احمد عز ومحمد فراج واحمد صلاح حسني وامير صلاح الدين، وكتابه وحوار امير طعيمه واخراج شريف عرفه، وكان اخر اعمال عز السينمائيه فيلم الخليه.